صباح الخير من مطار اسطنبول. يوم رحلتنا على البزنس كلاس مع التركيش ايرلاينز. اللونج هون باسطنبول تعتبر واحدة من احلى اللونجات بالعالم، وبدون مبالغة الاوبشنز اللي هون بتقضي وقتك بطريقة فجأة بتحسي جوة الطيارة. مش يا جماعة ما في اوبشنز للاكل، اوبشنز للقعدة، بتقضي نص وقتك عم بتدور شو تاكل. ومع هيك هذا الشيء جدا حلو لانه ما بتطفش، وقد ما كان وقت الترانزيت عندك بالمطار بتضلك متسلي. على فكرة طيران تركي عنده اوبشن مو موجود عند اي طيران تاني. لو حاجز عن طريق تركيش ايرلاينز وعندك ترانزيت اكثر من 6 ساعات بمطار اسطنبول، طيران تركي بيحجز لك تور مجاني باسطنبول. والشيء الاحلى من هيك انه لو الترانزيت اكثر من 24 ساعه بيعطوك اوتيل مجانا زائد التور باسطنبول. هاي بحالها سبب حلو انه تسافروا عن طريق الطيران التركي تحديدا. اوكي جبت شويه نودلز. هلا شيء لازم تعرفوه عن تركيش ايرلاينز، الاكسبيرينس لما تبلشوا هون باللونج من اسطنبول بيكون اكسبيرينس ثاني تماما. انا سافرت خصوصي من دبي بس لحتى اورجيكم الاكسبيرينس الصح من هون من اسطنبول. الصوص في الاول، الطبق الثاني كفته مع دجاج مع فليفله مع رز او برغل ريحته بتجنن. جبنا معه كوكتايت. انا زعلان انه الترانزيت عندي 3 ساعات بس ما عم لحق اشوف كل شيء باللونج. وعلى فكره برا اللونج كمان مطار اسطنبول يعتبر واحد من احلى المطارات بالعالم. بتحكي كمان باسطنبول وتركيش ايرلاينز تحديدا انه اسطنبول جاي الى حد ما بنص العالم، فبتيجي بتوقف باسطنبول وبتطلع وين ما بدك على العالم. انا مره السعاده واخر واحد على الطياره. لبين ما نكون قعدنا لسه يدوب حطيت الشنطة فوق يكونوا جايبيننا عصير ومنشفة سخنة معقمة. جماعة مو طبيعي، عسواني اقسم بالله الرحلة كانت راحت علي كمكتوب على الباب برا كلوز. الله ستر. آرائي الأولية هي طراز الأجدل من تركيش ايرلاينز وبتفرق عن الديزاين طيارات تركيش ايرلاينز الثانية. ليش؟ لأنه طيارة هي كانت مطلوبة لطيران روسي، ولكن لما صار المشاكل ايرباص ما باعوها لروسيا، باعوها لطيران التركي تركيش ايرلاينز بدل الكارير الروسي. الشكل رهيب كتير، في باب للغرفة هذا كله حنشوفه هلا بعد شوي. كالعادة على أسياطير سبحان الله سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. رحلتنا اليوم 11 ساعة من اسطنبول إلى مونتريال. اجت مقعد عند التركيش ايرلاينز A350-900. اول شيء بنشوفه عاملين باب لمقعد بزنس كلاس. ركزوا معي شوي، اميريتس الفيرست كلاس فيها باب، ولكن تركيش ايرلاينز بزنس كلاس حاطين باب. هذا اول شيء بنلاحظه في هذا المقعد اللي مقعد جبار يا جماعه. بعد الباب اللي بنشوفه بيفتح وبيسكر، ثاني شيء عندنا بتشوفه هو ثلاث الوان كثير حلوين متناسقين مع بعض، الازرق البني والفضي. الازرق والفضي جايين مع بعض كثير حلوين، والبني جاي بيكسر اللون بطريقه كثير 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 قويه. ثالث شيء بتحسوه مينيماليستيك، يعني ديزاين بسيط ما في تعقيد. شوف مثلا هون خمس كبسات بالضبط، كبسه وضعيه لهبوط الاقلاع، كبسه للنوم، كبسه لتقوي لمبر سبورت، كبسه لتطفي الضوء هاد وتشغله، وكبسه لدو نوت ديسترب. ذاتس ات، ما في ألف كبسه هون تتلخبط فيهم مثل بعض الطيرانات. على اليمين كمان بتلاقي طاوله كثير حلوه، اشك انها هارد وود، الله اعلم كنت تكون فاينل، ولكن كثير حلوه كثير واسعه بتؤدي الغرض، ما في فلسفات. نفس الشيء شغلتين بس، السماعه شيء ما بنقدر نستغني عنه، فيش كهرباء. ذاتس ات. يا الله شو بدكم احلى من هيك؟ سمبل سمبل يا اخي. حتى الريموت، مع انه انا ضد الريموتات اللي بتكون فيها كبسات وقصص وكنترولر وهيك، ولكن اذا بتركزوا منيح فيكم تعدوا عدد الكبسات، مو مثل كنترولرات اللي جد تحسها تليفون قديم. طبعا هذا الريموت بيتحكم بالشاشه اللي رح نحكي عنها بعد شوي. كمان على اليمين بنلاقي ورانا هون ضوء بسيط بيشتغل. طبعا اللون البني بتشوفوه اكل المقعد بطريقه جدا حلوه وفخمه. ما كنت متوقع انه اللون البني ممكن يستخدم برويالتي، يعني جد اللون البني عاطي نفس فخامه اللون الذهبي. انا متفاجئ. فوق هون في مساحه حلوه فيك تحط فيها اشياء، كثير حلو المساحات. وبالحكي عن المساحات في خزانه هون، شوفوا احلاها. غير الغزانة مثل ما تشوفوا في مراية هون، والحين يا جماعة بهي الغزانة انه فيك تسيع كل شيء، كل اغراضك طلعوا. هذه كل شيء معي اغراض جبتهم كله واسع هون. حجيها اللي انتم علي هلا على اليمين في غزانة كثير حلوة، غزانة اشبه بشغل الفيرست كلاس، غزانة لتحط فيها جاكيت، تحط فيها سويتر، تحط فيها اشياء من تحت، ومن جهة الفوقانية مساحة ممكن تحط فيها اوراق او ما شابك. وبالحديث عن الاوراق، في على اليمين هون مكان ممكن تحط فيه الاوراق كمان، وجنبه محل نحط انية المي. شيء كثير حلو انه حطوها هون، في كثير طيارات بيضطرك انك تحط انية المي في اي مكان وتصير تتدحرج مع المطبات مع الهبوط مع الاقلاع، ولكن هون في محل عاملينه التركيش ايرلاينز على اجدد مقعد له. نحكي هلا عن الليج روم، كثير كثير حلو كثير واسع. انا على ويندو سيت، ومع هيك في مساحه حلوه بالرجل. اوقات بيصير مشكله انه اذا بتاخذ ويندو سيت بتكون مده الرجل شوي اصغر، ولكن هون عرفوا يحلوها وما تكون اصغر. شيء ثاني كثير قوي هو طاوله الطعام، الحلو بطاوله الطعام جماعه انه تنجح الاوسي تيست. ما هو الاوسي تيست؟ انا اذا حطيت صينيه هون على الطاوله
الطاولة وبدي فتح الحمام ولسه ما قاموا الصينية، هل في نروح على الحمام؟ لازم استنى المضيفات يجوا يشيلوا الأكل لحتى أقدر أطلع. هذه بكل بساطة فيك تقدمها وترجع فاس وسيتاس. والحلو كمان إنه طاولة واسعة فيها نفس ألوان الخشب اللي حاطينه على اليمين، شيء جدا فخم وجدا حلو. وبتقدم وبترجع مثل ما قلت لكم، فيك تستخدم نص، فيك تستخدم كامل. التلفزيون شاشة جدا كبيرة جدا حلوة، ما بدي أتفلسف أنا برمي أرقام بأسياطير، استوقع هي قد تكون 17 إنش 18 إنش. الاستجابة فيها سريعة جدا. الانترتينمنت سيستم على التركيش ايرلاينز كتير قوي، موفيز شوز، ما في كتير فلسفات، جدا بسيط وحلو ومتعاون معك. على الشمال كمان طبعا في كبسة بتنزل فيها الشباك، وبتكبسة تانية بترفع. وضعية النوم، شوفوا كيف بتصير وضعية النوم، بيرجع هيك المقعد لورا. وتذكر جماعة طولي 183 سنتيمتر تقريبا، ومثل ما شايفين وضعية النوم طولي مثل ما قلت لكم 183 سنتيمتر، معي مساحة فوق ومعي مساحة لسه تحت، يعني اتوقع اب تو طول 190-195 حتكونوا مرتاحين. واحدة من الاشياء اللي بتيجي مع الطيارة هي سماعات فخمين عازلين للصوت نويز كانسلينج، وما ننسى الامان تيكت اللي بيجي فيها معجون اسنان، شرابات، مرطبات للبشرة، سدة للدينين، وبلايند فود لتساعد على النوم، وبنفس الوقت الشنطة كتير فخمة فيكم تستخدموها حتى بعد السفرة. خلونا نجرب الشرابات مع بعض. واخيرا صار فيني احس حالي بالبيت، معطونا كمان شبشب اذا بدنا نحرك من كرسينا ونضل حاسين بنفس احساس كانه بالبيت. مثل ما عم تشوفوا عطونا كمان مخده للنوم. هون جهزوا ايطاليا فقرتكم وفقرتي المفضله الاكل، جابوا لي منيوهين، وحده للاكل وحده ما لنا علاقه فيها. اوكي وخلوا لي هي لاختار منها. اوكي مثل ما عم تشوفوا بلش سيرفيس الاكل هون على الطياره، اللي كثير طيران اللي بيقدروا ينافسوا سيرفيس الاكل على الطيران التركي. شوفوا التفاصيل، تحطوا لنا ضوء على شكل شمعه لتعطينا جو العشاء الفخم، طبعا مع الشرشف تحت الاكل، المعالق والشوك اللي هن كالعاده اللي دائما بنختبره معدن. شوفوا الزيت كيف يجي مغلف مع الخبز الفريش كتير سخن، وكتير شيء مشهور عن الطيران التركي اللي هو الملح والبهارات وبطريقة تقديمهم شيء جدا جدا فخم. طلعوا نشوفوا جابوا لي البامكن سوب كستارتر معه ورق عنب مع شريم، وكأنه شيء مثل باذنجان محشي شيء هيك. بسم الله، بامكن سوب كتير طيب. واو اوكي، عنده ورق عنب ميلانجي هيك اقرب للدولمة. الطيران التركي بأكله one of the top، كتير طيب، طريقة تقديم، طعمه، دقة، تفاصيل توب توب، ابدعته نايس. هاكل ستارتر هلا مع فيلم شكله حلو عم بحضره، كثير طيب. تعالوا ندوق مع بعض، نقول بسم الله. نايس، 9/10 جدا قوية. مع هذا الفيو الجميل شوفوا الحلو، عندنا ايس كريم البستاشيو اللي مشهور فيه الطيران التركي كثير، وهي بالنسبة لي اطيب حلو ممكن تاكلوه على اي طيارة. رهيب رهيب رهيب، لو بدي اكون جربوا شيء واحد بس على الطيارة كلها هو هاي الايس كريم. الحلو كمان انه مع بقلاوة، تكتيك انه وراها فورا شوية ايس كريم. امان امان امان، رهيبة رهيبة رهيبة. كيف الفيو بس؟ بقينا الرحلة 6 ساعات و3 لسه، انا مبسوط، ما في واي فاي ما في شيء. كثير منكم عم تحضروا هالفيديو بتكون دائما على الطيارة عم تستنوا ايمتى يخلص الوقت، حتى لو كنتوا على البزنس. انا بالنسبه لي كثير بحب الطيران وكثير مبسوط، ولو رحت 24 ساعه ما عندي اي مانع، انا مبسوط. بعد ما خلصت اكل تاملت شوي بالفيو، صار وقت هلا الحمام ريفيو. الحمام كثير مودرن ومضوي، اضافه شجره كثير حلو وراها الضوء والفيديو مثل ما عم تشوفوا. حجم الحمام مقبول، واهم شيء عطورات وصابونات الديزاينر. تقييمي للحمام 9/10. مثل ما حكيت لكم الرحله طويله فجابوا لي اكل مره ثانيه، وبعدها نمت من احلى النومات اللي بنامها على طياره. بعد نوم وأكل وأفلام وتقريباً 10 ساعات وصلنا هلأ لوقت الهبوط. لا تنسوا سبسكرايب، شوفوا الفيديو الجاي، اترككم مع الهبوط هلأ. Stop thinking of